أعلنت الحكومة المغربية قرار تمديد منع الأعراس في المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر الصحي التي ستبدأ من يومه الأحد 19 يوليوز الجاري عند منتصف الليل. وحسب بلاغ للحكومة فقد تقرر الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية بخصوص قاعات السينما والمسابح العمومية والجنائز إلى آخره. كما تم ترخيص تنظيم لقاءات رياضية رسمية لكن بدون حضور الجمهور، وكذلك تجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا، مع افتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50% من طاقتها الاستيعابية.